أما إذا أراد الملاحظ أو الباحث قياس مدة حدوث السلوك، فإن نسبة الاتفاق بين الملاحظين تحسب على النحو التالي: نسبة الاتفاق تكون المدة الأقصر على المدة الأطول في 100. مثلا إذا أفاد الملاحظ الأول مدة حدوث السلوك استمرت 12 دقيقة، أم بينما الثاني يقول بأنها استمرت 15 دقيقة، فتكون نسبة الاتفاق 12 على 15 في 100، وتصدر لنا الرقم 80%. أما لمعرفة ثبات السلوك بحسب يحسب قياسا من حيث الفواصل الزمنية الملاحظة، فإن نسبة الاتفاق بين الملاحظين تحسب كما يلي: نسبة الاتفاق تساوي عدد الاتفاقات على عدد الاتفاقات زائدا عدد الاختلافات في 100. فإذا كانت المعلومات اللي قدمها الملاحظ الأول هي كما تشوفوها بالشكل، بأنه رقم 1، رقم 2، رقم 4، رقم 5، رقم 6، 7، ومن ثم 10، بينما الملاحظ الثاني كانت 1، 2، 3، 5، 6، 7.